او ارتبط اكرامي بيهم بعلاقه صداقه استمرت يعني نقول عشره عمر او فترات طويله، مين اكتر حد من المقربين لكابتن اكرامي داخل النادي الاهلي؟ ما هو بالنسبه لي غير شريف اكرامي طبعا. لا طبعا بالنسبه لي مش صديق العمر بس، لا صديق العمر واخ اكبر، وهو يمكن مش اكبر مني بكتير يعني، بس اكبر مني برضه، اخ اكبر، صديق عمر، عشره، عائليا، لان انا تقريبا ولادي مولودين على ايديه ولاده مولودين على ايديا. هو هقول بقى اللقب بقى كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. ايه اللي يعني ايه اللي خلاكم قريبين قوي من بعض؟ يعني هل في تشابه في الشخصيه؟ هل في مواقف حصلت قربتكم اكتر من بعض؟ ايه سبب تميز العلاقه بين اكرامي والخطيب؟ ما تقدرش تقول في اسباب، مفيش اسباب، هو كان في تقارب روحاني. ايوه يعني اولا انا علاقتي بيه، معلش بقى انا هقول علاقتي بمحمود الخطيب او بيبو ليس لها مصلحه في اي شيء، من زمان، من ايام ما كنا بنلعب يعني، هو كان نجم كلنا بنفتخر بيه، وانا بحبه على المستوى الشخصي كانسان، وبحبه على كلاعب يعني، يمكن سبب لي مشاكل كتيره محمود الخطيب واحنا بنلعب. ليه؟ ازاي؟ هقول لك، يمكن كان في لعيبه بتزعل مني يعني، الخطيب كانت اصاباته كتير، فكان لما يرجع من الاصابه لازم تدي له جرعه كده ثقه في نفسه، فكان ممكن يروح عامل كره كده تروح داخله جول مش عارف ايه، فكانت اللعيبه بتتضايق منه، يقول انك بتسيب له الحاجات دي يعني. لكن لا، هو شخصيه صعب ان انت تتكلم عليه الا بكل خير. عموما النادي الاهلي متميز قوي في حته حراسه المرمى.